أستاذ ناصر شما، نعرف أيضا علاقتك الوطيدة والطيبة مع المغرب، وأنت دائم الحضور في مهرجانات مختلفة مثل مهرجان أصيلة ومهرجان تطوان. ما هي رسالتك وتحيتك إلى الجمهور المغربي الذي دائما يتعطش إلى رؤيتك؟ أنا عزفت في كل أرجاء المغرب، وإحنا من ساعة كنا نتكلم، أنا كنت يعني أحكي عن التنوع اللي موجود بالمغرب، إنه كل مدينة في المغرب هي عاصمة. هذا غير موجود في مدن، في أغلب المدن العربية على فكرة. يعني تلاقي العاصمة فيها اهتمام وباقي المدن خرايب، بما فيها العراق. العراق تلاقي يعني البصرة والموصل وبغداد والباقي المدن تعبانة كلها، وهكذا سوريا، وهكذا بقية المدن. سوريا تلاقي فيها حلب ودمشق. المدن الكبيرة، الدول الكبيرة، دائما الاهتمام يكون في العاصمة وفي المدينة التجارية الثانية. لكن في المغرب انت تروح مراكش هي عاصمة، تروح تطوان، تروح فاس، تروح وين تروح، أصيلة، هاي المدينة الساحرة الصغيرة، تلاقيها يعني مركز كوني. فهذا الشيء، هذه السياسة اللي اتبعتها المغرب في اللامركزية كانت سياسة ناجحة، وهذا ينسحب على الزي. هناك من مدينة لمدينة هناك تفاصيل في الزي مختلفة، هناك الأكلات، هناك الموسيقى. المغرب بلد غني، وهذا ليس كلام لا مجاملة ولا راح يزيد ولا ينقص، بس هذا رأيي أني. إنه الثراء اللي موجود في المغرب يخلي أي واحد يلتزم بثقافته، ويخلي أي واحد يلتزم بزيه ويلتزم بأكله. أنا أحب البلد هذا بشكل حقيقي، وقدمت حفلات في كل أرجاء تقريبا، وآخر حفلة كانت في موازين هذه السنة، وكان ختام مهرجان موازين، كانت 3 حفلات هي الختام بنفس الساعة، حفل شاكيرا وحفل عمرو دياب وحفلتي. يعني أحكي عن حفلتي لأني كنت فيها. كانت من أجمل الحفلات. ليس في مهرجان الموسيقى الروحية بفاس؟ في فاس دائما يطلبوا ملفات، وأنا هاي ما أعمل هالقصة. ما أحب يعني، ما أحب فنان إنه بعد كل هالعمر يجي يقدم ملف. فكل مرة يقولوا لي ملف، أقول لهم لا، ما أقدم ملف. اللي يريدني باسمي، وأنا أنا أتصرف. يعني هناك بيروقراطية، يعني نوع من البيروقراطية. كل ما يعني يسألوا يقول لك معيب، يعني أنت تجي على فنان معروف في مجاله وطول عمره مخلص لعمله تقول له قدم ملف. أنا ما أفهمها. يعني الآن هم لما يجوا على فنان أمريكي ولا فنان كبير ما يقولوا له قدم ملف، فأنا هاي أرفضها. لذلك لحد الآن ما صار مجال. أتمنى أن تكون رسالة. أنا السنة ختمت مهرجان تلمسان، عاصمة الثقافة الإسلامية في الجزائر، هذا الأسبوعين اللي فاتوا في شهر أكتوبر. قدمت حفل ليلة عشق إلهي، يعني أنا ليالي العشق الإلهي اللي هي صلب تخصص مهرجان فاس، أنا شغال فيها من 13 سنة سنويا متواصلة، لكن عمري ما قدمت ملف لحد، لا من كنت طفل ولا اليوم.